السؤال اللي جاي ده سؤال يعني لو حد فيكو قدر يجاوبه يبقى فعلا الطالب ده موهوب. تعالوا كده نقرأ السؤال ونشوف هتعرفوا تجاوبوا عليه ازاي، لأن هو فيه فكرة كويسة. تعالوا نشوف السؤال رقم 71. إذا كان ملف المحرك مصنوع من سلك نصف قطره R وعدد لفاته N ومتصل بمصدر عديم المقاومة الداخلية، فإنه يتولد عليه عزم ازدواج أقصاه تاو، فإذا تم استبدال الملف بملف آخر من نفس المادة له نفس الطول والعرض. عارف يعني إيه لنفس الطول والعرض؟ يعني المساحة الأولى هي المساحة التانية، ماشي. ولكن خلي بالك من كلمة لكن دي، نصف قطر سلكه، يبقى أنت عندك آر سلك في الحالة التانية، نصف قطر السلك 2R، وعدد لفات العدد اللفات في الحالة التانية نص عدد اللفات في الحالة الأولى، وفرض إهمال مقاومة باقي الأجزاء الدائرة الكهربية ما عدا مقاومة الملف، فإن عزم الازدواج يصبح كام؟ مين هنا فعلا عنده مقدرة على حل السؤال ويكون حله بالخطوات؟ يا ترى الإجابة هتكون إيه؟ طيب بعد ما أنت فكرت، وممكن توقف الفيديو عشان تشوف هتحل إزاي، هنحل سوا. إحنا بنقول إن التاو بتساوي بيان بي أي إيه إن، فالكثافة الفيض دي مش موضوع تغير، والمساحة قالك مع بقاء الطول والعرض زي بعض، فهنا المساحة زي ما هي. عدد اللفات التغير بتاعها واضح وصريح انها بقت نص الاول، لكن التيار ايه اللي حصل للتيار؟ هل طول السلك اتغير عشان يأثر على المقاومة وبالتالي يأثر على التيار ولا ايه؟ انا ممكن امثل التيار هنا بواحد على ار، يعني عشان اشوف ايه اللي حصل. ليه؟ لان التيار الاي، خلينا ناخد الاي لوحدها، الاي لوحدها عباره عن الفي باتري على الار، تمام. وادي الفي باتري، والار هنا عباره عن رو اي في ال على اي، الرو اي هياها المساحه اكيد اتغيرت لان نصف قطر السلك اتغير، فهسيب الفي باتري وهشيل المساحة دي واكتب باي ار تربيع، المرة دي مش ار بقى 2 ار وربع، يبقى باي الار يعني 4، يعني هنربع دي الاتنين تربيعتها 4 والار 4 ار تربيع. طيب طول السلك بقى، طول السلك جراله ايه؟ طيب يبقى احنا هنقول ان احنا عندنا، بص كده بقى ركز معايا، انا دلوقتي عندي ملف ولنفترض هلف مستطيل اهو، بصوا كده ده مستطيل مكون من لفتين. عارفين يعني ايه اقلل اللفات للنص؟ لما اقلل اللفات للنص اهو وافرده لفه واحده، يبقى لازم الطول والعرض يتغيروا. كونه يقول لي مع بقاء الطول والعرض زي ما هو، يبقى انا قللت اللفات للنص عن طريق ان انا قصيت نص الطول علشان احافظ على نفس الطول والعرض زي ما هو، رغم اني قللت عدد اللفات الى النص، ده معناه ما يحصلش ابدا الا بقص طول السلك. وده بقى يعني هعوض عن ال بنص، ادي الرؤي، وهعوض عن ال انها بقت النص مقام المقام بسط، يبقى انت عندك هنا في باتري باي ار تربيع، وهنا الرؤي بس هنا يبقى فيه 8، الاثنين هتطلع فوق في الاربعه تبقى 8. يعني تقدر تقول دي كده ان الاي حصل له ايه؟ الاي كده ازداد بقى 8 او 8 امثال، يعني بعد ما كان اي بقى 8 اي مثلا. ونيجي هنا نرجع تاني للموضوع، ان التغير عندي عن طريق الان وعن طريق الاي، فالاي دي هشيلها واكتب مكانها 8، يبقى هنا على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الاربعه، يبقى الناتج هيبقى 4 تاو، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم د.